أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته بالتطور الذي وصلت له مصر في تطوير إدارة الأزمات والطوارئ. جاء ذلك خلال جولة تفقدية للرئيس السيسي للمراكز المتحركة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المراكز المتحركة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بما تشمله من مراكز متحركة وغرف لإدارة الأزمات والطوارئ والإغاثة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وأجرى حوارا بالفيديو كونفرنس مع السادة المحافظين للاطلاع على مستجدات تفعيل الشبكة، حيث اطمأن السيد الرئيس على جاهزية وفعالية المعدات والأجهزة المستخدمة في هذا الشأن، وكذا كفاءة ومهارة الكوادر البشرية والربط والتنسيق المتكامل. أولا أنا سعيد أن أنا أطمئن على أن الغرفة جاهزة أنها تدير أي أزمة، وطبعا أكيد قائد الغرفة على مدار 24 ساعة بيبقى قادر أن هو يدير الأزمة ديت. طبعا بيتم اختاركم عشان تبقى لحجم الأزمة، لكن اللي انا يهمني في الموضوع ان احنا كده عندنا غرف في جميع المحافظات، هذه الغرف مربوطة على بشكل متكامل مع الغرفة المركزية بتاعة إدارة أزمات الدولة اللي موجود في القدر الاستراتيجي ده. بالتالي يبقى احنا النهاردة والأول مرة عندنا أدخل إدارة أزمة على مستوى كل محافظة. أنت بتقول عليه حدث، وهو حدث أو أزمة وبالتالي احنا يبقى قادرين من خلال الغرف اللي اتعملت دي والربط والاتصال المؤمن بينها وبين المركز إدارة الأزمات بتاع الدولة عشان يتعامل مع أي أحداث أو أي أزمات بشكل يعكس قدرة الدولة. يعني بقاش احنا كل الشاشات الكمبيوتر اللي قدامي دي عليها بيانات خاصة بالمحافظة، بتاع المرافق الصرف الصحي موجود، بتاع الكهرباء موجود، بتاع الغاز موجود، اذا كنت انا مظبوط يا فندم، والصحه بتاع الصحه بتاع كل من هو له دور في الدوله في المحافظه في كل المحافظات في الدوله، فهو موجود معاك وقاعد وعنده بيانات وقادر ان هو يوفر البيانات دي وقادر ان هو يحرك الادوات اللي محتاجها في هذا الموضوع. انا بقى هكلمكم جميعا في حاجه تانية. انا بطمن على ان الغرف اللي احنا نسقنا على شغلها من اكتر من 3 سنين الحمد لله دلوقتي خرجت وبقت موجوده تقريبا في كل المحافظات. كل المحافظات يا فندم، مجاري اللي ان شاء الله يعني نعممها باذن الله. احنا بنعمله اللي انا بكلمكم منه ده دلوقتي نموذج دي غرفه اداره ازمه متحركه. تمام يا فندم. يعني ممكن المحافظ كمان تبقى العربيه دي بترافقه اثناء تفقده لازمه على الارض، ويستطيع من خلالها ان هو يتكلم ويتصل مع غرفته. يعني سعيد بالتطور اللي احنا عملناه ده، وسعيد بان احنا قادرين بفضل الله سبحانه وتعالى على ان احنا ننظم ادارة بهذا المستوى بهذا التطور. وانا كنت هكلمكم في حاجة تانية جميعا، يعني انا عايز اكلمكم في الادوات المتاحة لديكم فيما يخص الاغاثة، فيما يخص اعمال المحافظة اللي بتقوم بها الاعمال اليومية. وانا بعلن ده عليكم ان انا ان شاء الله خلال شهر او شهرين، بديكم شهرين اهو فرصة، وبعد كده هطلب منكم تجميع عناصركم الهندسية عشان اتفقدها معاكم. بمعنى انت عندك في المحافظة معدات مثلا 400 معدة 500 معدة انواع، بين عربية وبين عربية كسح وبين لودر وبلدوزر وحاجات أخرى. الحاجات ديت أنا بديكم شهرين عشان ما أظلمكمش. بعد شهرين أنا هطلع لجنة تتفقد ده بدقة، وكل محافظ هيبقى مسؤول عن هو يرفع كفاءتها بشكل. وانتبهوا احنا بنقول الكلام دوت، أنت عندك أدوات في المحافظة وعندك شركات في المحافظة،
في كل محافظة حسب ظروفها هي قادرة أنها تعمل التأمين الفني ده بالإضافة للعناصر الفنية اللي موجودة في كل محافظة. تاني، إذا كنتوا عايزين تديروا عملكم في على الميدان بكفاءة عالية لازم هذه العناصر تبقى كفاءتها مرتفعة. عندي 100 معدة يبقى ال 100 معدة صالحين. مش بس كده، انت عندك في قطاعك محطات مية، وعندك في قطاعك محطات ري، وعندك في قطاعك، انا بكلم كل السادة المحافظين، وعندك في قطاعك كده. انت النهاردة عندك في المديرية، مديرية الري، مديرية الزراعة، ومديرية الاسكان موجودة عندك في المحافظة. وبالتالي انا هطالب حضراتكم بان انتم في بعد الشهرين دول اطمن تماما على ان المحطات ديت ترمبطها اللي موجوده في المحطات فنيه جاهزه وبأعلى كفاءه ممكن. بمعنى انا عندي في قطاع او في نطاق محافظتي 20 محطه معالجه بتشتغل ب 50 ترمبه رفع وصرف وكلام من هذا القبيل. حضرتك مسؤول قدام مني من دلوقتي والبعد شهرين، ده الحد الاقصى لحضراتكم جميعا. وبالتالي احنا لازم نمارس الدور ده. انا بكلم كل الساده المحافظين اللي بيسمعوني مره تانية، انا سعيد جدا بالتجربه وسعيد ان انا اشوف مباشر حي من عربيه في مكان يعني زي ما احنا عايزين نشوف. يعني اقدر النهارده بالعربيه دي اشوف المحافظه وحضرتك تشوف عناصرك وكمان تتابع الموقف على الارض، وانا العربيه دي معايا هنا تخليني اشوف كل المحافظين. يعني حاجه الحمد لله تطور كويس قوي. معلش جبتكم الجمعه بس طبعا يعني كان هدفنا ان احنا في يوم تبقى الامور فيه هاديه نشوف بعض ونتكلم ونطمن عليكم. مره تانية انا بشكركم وصباح الخير عليكم جميعا. شكرا جزيلا. ميعادنا بعد شهرين، ميعادنا بعد شهرين. كل عناصرك الفنيه وكل ما هو داخل نطاق محافظتك انت مسؤول قدام مني وقدام الدوله عنه. شكرا جزيلا، سلام عليكم.